نروح بقى اللي يمكن زي ما قلنا كده الحادث الحقيقة اللي هو حادث طبعا مستورد، وهحاول على قد ما أقدر إن في الفترة المتبقية من حلقتنا إني أوجز ليكم الأحداث بالنسبة على أرض مصر وأيضا بالنسبة للعالم والشرق الأوسط والعالمي. إرهابي يرتدي حزام ناسف يفجر نفسه عند كوبري مستورد الجديد أمام كنيسة العذراء مريم بمستورد. حاول دخول الكنيسة ولكنه لأنه وجد أن هناك تشديد أمني فتراجع، وكان متنكر في زي شركة أوراسكوم، وأنه كان حاول أنه هو كان عايز يدخل الكنيسة بحجة إصلاح العطل داخل الكنيسة، ولكنه فشل عندما وجد الإجراءات الأمنية المشددة، وأن هناك طبعا كانت الأجهزة كشف المعادن. الفيديو اللي قدام حضراتكم ده زي ما انتم شايفين، لو بس زميلنا يشاور عليه اهو، هو على الشمال من فوق اهو، هو اللي ماشي وهينفجر دلوقتي. الفيديو ده اللي هو طبعا كان تم تصويره من كاميرا مراقبة كانت موجودة من الكاميرات الموجودة يعني في المنطقة، واهو انفجر. نعيده تاني معلش، لحظة تفجير الإرهابي نفسه بالقرب من كنيسة العذراء، وبيقال ان هو كده كان وهو احتمال برضو بالخطأ على فكرة، يعني واخدين بالكم، وبيقال برضو انه هقول لكم تفاصيل اكتر، لكن اديكم شايفين واهو، وحتى طريقة مشيه وتحس ان هو طبعا كان لابس حزام وكان معاه قنبلة، والدنيا كانت يعني صعبة جدا، لكن دي معجزة بكل المقاييس، ان فعلا بجد معجزة العذراء يعني حمت الشعب، وانه برضو زي ما انتم شفتوا التقرير بتاع البي بي سي اللي كان في الاول، انه ناس كتير من اللي بيزوروا الموالد دي مسيحيين ومسلمين كانوا بالنسبة لمولد العذراء، وكنيسة العذراء مستورد من الكنائس اللي كان فيها ناس كتيرة جدا. طبعا الصور دي كانت بتوضح اللي هو بعد ما حصل التفجير، وانه التفجير ادى الى انه اجزاء من الجسم كانت تحولت الى اشلاء. الجزء اللي في المنتصف يعني رجله كانت سليمة تقريبا، والراس والمن فوق كان سليم. يعني أنا أسفة جدا. القمص عبد المسيح بسيط كان نشر على صفحته أنه قام أحد الإرهابيين بمحاولة تفجير نفسه في زوار العذراء، وبركة العذراء انفجر قبل أن يصل إلى مكان الزوار بحوالي 15 متر، ولم يصاب أي أحد على الإطلاق غيره، فقد حمى الله كنيسته ببركة العذراء. ربنا حمى الكنيسه ببركه العذراء، وانه هذا الانفجار الانتحاري يعني اللي كان زي ما شفته كده، وبرضه اتكتب عن الموضوع ان هو كان حاطط داء صليب علشان برضه يحاول، يعني كان عامل خدعتين عايز يدخل بيهم، خدعه الصليب وخدعه ان هو لابس الزي بتاع اوراسكوم، انه عامل من اوراسكوم. وكما كتب في جريده الفجر ان هي كشفت حيله الانتحاري لخداع رجال الامن. والانحزام زي ما شفتوا التفجير كده، ممكن نفضل نزيع فيه كل شوية على بال يعني، وهقول لكم برضو بقية الأمور. توارى خلف صليب دقوا مجددا في محاولة منه لتمويه قوات الأمن المكلف بحراسة الكنيسة، إلا أن أحد أمناء الشرطة كشف أمره بعدما صاح عليه عقب عودته إلى الكوبري المواجه للكنيسة مرة أخرى بعد تجاوزه، فهارور إلى الربع الأخير منه، ثم ضغط بيده على جانبي خصره الأيمن والأيسر وانفجر. دي رواية من الروايات، هي بس القصة ان احنا مش شايفين حد لا زعق له ولا اي حاجة، ولكن القصة ان هو بيقال ان هو تراجع وان هي انفجرت بالخطأ، مش ان هو اللي فجر نفسه. فطبعا برضو تمت الإشادة بالتشديد الأمني، وبإزاي بيتم تفتيش كل واحد داخل في المنطقة اللي هي بتاعت مولد مستورد بتشديد أمني شديد جدا، وزي ما حضراتكم شايفين الطوابير والدنيا والامور والتفتيش، بجانب برضو كان قيل انه في بوابات برضو الكترونيه. المهم الحزام الناسف اللي استخدمه الارهابي في تفجير نفسه بيزن 20 كيلو جرام من ماده التي ان تي شديده الانفجار، وتم الكشف عن هويته، وهو اسمه عمر محمد مصطفى، مواليد عام 1989، يقيم بمنطقه مصر الجديده، ومعاه شركه بترول اتضح طبعا انه مزور. يعني ادي لبس العمال، لانه كان لابس اللي هو لبس عمال اوراسكوم، ومعاه الكارنيه شركه بترول مزور، وكمان موضوع ده الصليب. كان بيرتدي جاكيت فسفوري للتمويه، وارتدى زي احدى شركات المقاولات اللي بتقوم ببناء كوبري امام الكنيسه، كان قادم من طريق المستودعات وشركه البترول بمنطقه مستورد التابعه للاليوبيه، وتراجع. هنا الروايه اللي انا يمكن بميل ليها اكتر، انه تراجع نتيجه للتشديدات الامنيه وفجر نفسه، او انها انفجرت بالصدفه هذه العبوه على بعد 200 متر من الكنيسه، والقوات الامن وجدت معه قنبله اخرى فككتها قبل ان تنفجر،
وانه كان معاه الحزام وكان معاه الحقيبه اللي بداخلها القنبله. النيابه العامه انتقلت لموقع الحادث لاجراء المعاينه التصويريه وتفريغ الكاميرات المحيطه بالكنيسه، وزي ما احنا الكاميرات كانت هي اللي جابت لنا طبعا الجزء الخاص بالمشهد اللي هو كان فيه مشهد التفجير، يعني ده من الكاميرات اللي محيطه بالكنيسه، لان كان في ناس بيقولوا ايه ده كان لما شكوا فيه في حد من الامن وقف يصور. يعني يا جماعه هو في حد من الامن يشكك فيها يقف يصور ومستنيه ينفجر وسط الناس؟ ما هو يعني بالعقل كده مش معقول طبعا. يعني الفيديو ده واضح جدا انه من الكاميرات اللي كانت محيطه بالكنيسه، وانه اللي صوروا صوروا من الكاميرات عشان تشوفوا كده اللي بيشاور، يعني دي شاشه عليها اللي مشغلين فيها الفيديو وواحد واقف بيصور الكلام ده، تمام؟ وكانوا بيشاوروا عليه وزي ما احنا شفناه. شاهد عيان برضو كان روى الواقعة اللي حصلت، وكان برضو في تقرير الحقيقة عن موضوع هذه الواقعة. نسمع جزء بسيط من شاهد العيان ونشوف برضو التقرير بعديه. والله انا بصيت، انا الانفجار حصل فقلنا فرد الكاوتش، فطلعنا تلاقيناش فرد الكاوتش، تلاقينا انفجار. طلعت انا من اول الناس، تلاقيت الجثه ديت نايم، النص اللي تحت ده متفرتك والنص ده فوق سليم. فجيت اقرب من قدامه، اقرب جنبه قوي قوي، فديته وهو مفتح بس بطنه بتنفخ. قلت في حزام ناسف كمان لابسه ولا حاجه، فعشان كده احنا ترددنا وما رضناش نقرب قوي، رحنا بعتيه. فكده كانت الشرطه راحت مأمنه المكان كله وحوطت المكان كله. والله دي كانت الشرطه عملت الكردون على المنطقه كلها. لا هو فضل يبص شمال ويمين بس. العذراء ان هي عملت معانا معجزه مع المسلمين ومع المسيحيين، واحنا كلنا ايد واحده، مسيحي ومسلم ايد واحده، وربنا يحافظ على مصر كلها. حضرتك احنا قبل ما نخرج من البيت، انا كنت عند اختي، قبل ما نخرج من البيت جالنا على النت اللي فيه حادثه، في حادثه قدام الكنيسه وحصل كذا كذا ومصوراها على النت. رغم كده اللي احنا ما خفناش، اتصلت بينا ناس كتيره قوي قالت لنا ما تنزلوش، في حادثه والدنيا خربانه والدنيا زلزال. صممت كتير قوي قوي انا وعيالي، وجايبه مامتي وجايبه عيالي ونازلين لغايه الكنيسه ومش خايفين من الموت. هو كنا تقريبا في حدود الساعه 1 سمعنا صوت الانفجار، كنا جوه الكنيسه، فبنحسبه يعني حاجه ماشيه على الطريق، كاوتش فرقع او حاجه، لكن الناس بلغتنا ان في انفجار حصل بره وشخص مفخخ حاول ان هو يخش في الطابور بتاع الكنيسه ويفجر نفسه. فالامن يعني قام باللازم وكانوا مأمنين المداخل والمخارج حلو جدا، فنشكر ربنا ان ما قدرش يخش وسط الزوار. انا نزلت انا وبنتي دلوقتي مجرد ما شفت الاخبار، لا مش خايفين، واحنا في الكنيسه. يا ريت يا ريت الواحد يكون ليا الحياه هي المسيح والموت ربح لي. انا بس صعبان عليا الشخص اللي عمل كده، ده مسكين، شخص اعمى، شخص يعني قدم نفسه للموت وقدم نفسه للشيطان عشان يدمر. بتعمل ايه انت في نفسك؟ انا بقول لك رساله لكل الناس، احنا مش خايفين، مصر هتفضل قويه جدا. في شواهد عيان شافته وهو بيعدي الطريق، ولما شاف الامن واقف وبيفتش الناس فرجع تاني، ففي اثناء رجعته دي انفجر وهو بيعدي الطريق، فتقريبا الانفجار وداه لحد نص الكوبري. قاعد هنا كده وهو جه لغايه الحديد دوت هنا، فبص ففي حد مهم من الحكومه واقف، في حد من الحكومه واقف بيتكلم معاه، بيتكلم مع الحكومه اللي واقفين، في حوالي 7 أو 8 واقفين. شاف المنظر راح رجع تاني على الكوبري، فحد بينده عليه، راح عامل ايده كده مره واحده لانها مفجر، واللبس بتاعه كان لبس الاصفر اللي هو بتاع شركه البترول. هو كاجراءات امنيه طبعا الامن قفل كل مداخل ومخارج الكنيسه ومشطها علشان يشوف لو في اي حاجه محطوطه جوه الكنيسه، ولكن الزياره مفتوحه والزوار بيبتدوا يجوا دلوقتي تاني ومفيش اي مشكله خالص، وطبعا كلنا لازم نفرح بالعذراء وبوجودها معنا في وسطينا. بدايه صوم العذراء من يوم 7 والاحتفال بعيد العذراء كان في تكثيفات امنيه غير طبيعيه، لدرجه انا سالت الوقت الموجودين قلت لهم انتم ما عملتوش الطوق الامن الرهيب ده في ايام عز الارهاب واحداث 7 وغيره؟ ما عملتوش. انتوا النهارده قضيتوا على الارهاب بنسبه 98%، بتعملوا الطوق ده؟ قالوا تعليمات امنيه عليا. فادركنا ان في خطر هم حاسين بيه، او جايه لهم اخباريات حسب النظام البوليسي، جاي لهم اخبارات او حاجه ان في حاجه، عشان كده كانوا مشددين تشديد رهيب، واللي عملوا مداخل ومخارج بطريقه لا تسمح لاي شخص غريب انه يخش الكنيسه. هل عادت الحياه مره اخرى؟
طبعا ان بعد ما الارهابي فجر نفسه على الكوبري في حته فاضيه ما فيهاش مخلوق. للاسف احنا في البدايه اعتقدنا انه مات واحد موات معاه واحد واصيب امين شرطه، اتضح ان ده ما حصلش، هو وحده بس اللي اتفجر ولقوا قنبله جنب منه، الامن لحق فجرها. نشكر الله، انا شخصيا بعتقد ان ده معجزه من معجزات العذراء انها تحمي اولاد الكنيسه او تحمي شعبها في كنيستها، عشان كده ابعدت هذا الشخص وخليته يفجر نفسه في مكان فاضي. يبقى كده يا جماعه هو بيقال ان الزرار ده هو اللي بيبقى دايس عليه عشان اول ما يسيب ايده ينفجر، وده اللي حصل يعني. مش مفيش حد خالص لا كان بيجري وراه ولا مش عارف ايه، ولا هو لنفسه من لوحده خالص اهو زي ما شفته. والموضوع ان فعلا معجزه من ربنا. كان برضو دي ميسي كانت بتنقل على الهواء مباشره، وكان المراسل برضو كان بيقول ان كان في ظهور حمام ابيض في الكنيسه بكل المقاييس زي ما قلنا لحضراتكم، انه بالفعل يعني معجزه، سواء هل الحمام ده فعلا كانت معجزه او الحمام ده كان حد. لانه التقليد حتى لما بيحصل في العدرا في دير المحرق ان بيكون في ناس بيجيبوا حمام وبيطلقوه، يعني انا برضو لا استطيع ان يعني ان اتحقق من صحه الموضوع، ولكن ده على الهواء مباشره، والمراسل اللي كان بتاع دي ام سي كان بيتحدث عن معجزه. نسمعه مع بعض. كشاف دلوقتي بيقولوا ان دلوقتي شايفين بيزغرطوا، دلوقتي بيقولوا ان السيده العذراء ظهرت هنا في الكنيسه، وهنا احتفالات كبيره، بيتوفى برضه عدد من المسلمين بيشاركوا اخواتهم المسيحيين في هذا الاحتفال. دلوقتي معايا ابونا القمص عبد المسيح بسيط، راعي كنيسه العذراء. كل سنه وحضراتكم. ده زي ما احنا شايفين الكاميرا جايبه الكنيسه من فوق، وكل الاخوه المسيحيين بيقولوا العذراء، خيال العذراء موجود عند الكشاف، على هيئه حمام عند الكشاف. دي موما، حرام عليكم. اتفضل نكمل. يعني ممكن يعني زي ما بقول لحضراتكم، ولكن ما كان يعني ما صدرش بيان رسمي برضو لانه ظهور يعني، ولكن ممكن جدا يكون حصل حاجه زي كده زي ما شفتوا حضراتكم. وطبعا كنيسه مستورد كنيسه من الكنائس الاثريه، وبرضو من المنطقه الاثريه اللي يمكن كنتوا شفتوها في الفيديو دي برضو بيقال انها من الاماكن اللي كانت زارتها العذراء لما كانت في مصر هي والمسيح بالنسبه لرحله العائله المقدسه. كشف بقى هذا الأمر بالنسبة للكشف عن شخصية هذا الإرهابي سقوط خلية كنيسة العذراء بمسترد، اللي اتضح أنهم 6 إرهابيين كانوا ساعدوا الانتحاري في محيط الكنيسة، وبينهم سيدتين، واحدة منهم اللي هي في النص دي خريجة أداب وساكنة في الزمالك وصرفت، وهي اللي مولت الموضوع وكل فلوسها صرفتها على هذا الموضوع. حيث كشفت وزارة الداخلية عن كافة أطراف التنظيم الإرهابي اللي استهدف كنيسة السيدة العذراء بمسترد. وقالت الوزارة في بيان لها يوم الأحد أن قطاع الأمن الوطني من خلال التحريات الميدانية حدد البؤرة الإرهابية المرتبطة بالإرهابي المنتحر المدعو عمر محمد أحمد مصطفى. وكشفت وقالة أنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط عناصر تلك البؤرة. خلينا نشوفهم بدل ما أنا أقولهم لحضراتكم، معلش نجيب الفيديو من أول رقم واحد، وده كان كل ما تريد أن تعرفوه عن هذه الخلية اللي هي تتكون من 6 أشخاص، واللي هي منهم السيدة دي رضوى اللي هي صرفت، هي اللي كانت بتوفر الدعم المالي. أعتقد هو معاه موسيقى بس. طيب ونقول لهم، طب معلش هتقولي من الأول بس تاني عشان بس أقدر أتابع مع حضراتكم وأقول لكم اللي مكتوب على الشاشة للي برضو حابب أنه يسمع مش يقرأ بس. محمد أحمد عبد المؤمن ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء، موظف بالشركة المصرية للخدمات البترولية، وسبق تولي مسؤولية إحدى البؤر المعتنقة للفكر القطبي، فكر قطب، محمد قطب. يحيى كمال مواليد 17 ديسمبر، يقيم بمساكن الزاوية الحمراء ومهنته ميكانيكي سيارات. عندنا كمان صبري سعد محمد موسى مواليد 11 اكتوبر 76، محافظه القليوبيه، موظف بالشركه المصريه للخدمات البتروليه، وسبق انضمامه لاحد البؤر ايضا المعتنقه للفكر القطبي. رضوى وهي اللي مولت وكان ليها دور بارز في مجال الترويج للافكار المتطرفه وتوفير الدعم المالي، وايضا بتكليف بعض من بتقوم بتكليف من بعض الارهابيين الهاربين من الخارج او بالخارج. هيثم أنور مواليد 16 فبراير 74 من الزاوية الحمراء، انضم لأحد البؤر المعتنقة أيضا للفكر القطبي عام 99. ونهى أحمد عبد المؤمن مواليد 4 يناير، تقيم في الزاوية الحمراء زوجة المتهم الخامس وشقيقة المتهم الأول محمد عواد.
وكان معسر بحوزتهم على سلاح آلي. وزارة الداخلية قالت أن قطاع الأمن الوطني عثر بحوزة أفراد البؤرة على مضبوطات 2 سلاح آلي، 1 رشاش عوذي، 1 طبنجة عيار 9 ملي، 2 فرد خرطوش، كمية كبيرة من الطلقات النارية، ونصف كيلو بارود، و5 كيلو جرام من مادة النترات، وكمية من بودرة الألمنيوم وسائل الأسيتون التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، دائرة كهربائية، ريموت كنترول، كمية كبيرة من الألعاب النارية، وبرطمان به مادة سائلة مجهولة، وجوال به زي شوال يعني كمية رمان بلي، والكلام ده كله. برضو كانت قال ان هم استخدموا تكنيك جديد، ان هم كانوا حاطين سم مع الحاجات اللي كانت جوه القنبلة علشان لما تنفجر تصيب اكبر عدد ممكن. الارهابي زي ما قلنا اسمه عمر محمد احمد مصطفى، وهو من منطقة شارع مكة منطقة عين شمس، حاصل على معهد فني تجاري. تمكن قطاع الامن الوطني بعد تفتيش مسكنه من العثور على فرد روسي واوراق تتضمن شرح تفصيلي لكيفية تصنيع المتفجرات ومبلغ مالي قيمته 71300 جنيه، بالاضافة لمشغولات ذهبية واثنين ازازة من سائل، زجاجة من سائل يستخدم في تصنيع المتفجرات. وطبعا شكرا لقوات الشرطة ووزارة الداخلية انها قدرت تكشف عن كل هذه الخلية اللي زي ما شفتوا حضراتكم. المفارقة بقى الغريبة اللي يمكن لفت النظر ليها الدكتور خالد منتصر، انه السيدة اللي هي رضوى دي بتقيم في شارع محمد مظهر في الزمالك. الشارع ده كانت ساكنة فيه هند رستم ومحمد عبد الوهاب، وده ملخص رحلة العقل والوجدان المصري من بلابل التنوير لخفافيش الظلام. تخيلوا بقى حضراتكم يعني في محمد مظهر وسيادتها اللي هي بتمول كل هذا الأمر. وزي ما قلت لحضراتكم انه طبعا ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية 14/8/2013، وقد ايه خربوا ودمروا كنايس وممتلكات للأقباط ومنشآت ومدارس ومكتبات ومكتبات ومحلات، وكان استمر الأعمال الإرهابية لهذه الجماعة الإرهابية من يوم 14 ليوم 16. وزي ما قلت لكم انه كنيسة الأمير تدرس كانت من ضمن هذه الكنائس اللي تم حرقها في هذا الوقت اللي هو من عام 2013.